زي عادتنا في حياة كريمة كل سنة في ظل الحر الشديد ده بنتواجد في أماكن اللي فيها عمال عشان نهون عليهم الحر الشديد من خلال تقدمنا العصير ومية. زي حضرتك ما شايف النهاردة احنا موجودين في العاصمة الإدارية في مقر عمل موقع من المواقع اللي موجود فيه العمال بنوزع عليهم المية والعصير. موجودين هنا في العاصمة الإدارية عشان نساعد العمال وبسبب حرارة الجو الشديدة. طبعا الحر الشديد اللي احنا فيه اليومين دول بيخلي طبيعه العمل بتكون شاقه على اي حد، وعلشان كده احنا النهارده في حياه كريمه موجودين في العاصمه الاداريه كنوع من انواع الدعم. حبينا ان احنا نعمل اي لفته بسيطه للعمال، ودي ابسط حاجه ممكن نقدمها للعمال في حياه كريمه تقديرا لمجهودهم. طبعا شغل العاصمه الاداريه الجديده شغل جميل وبيفتح فرص عمل للشباب وبالذات الأجيال اللي جاية في المستقبل إن شاء الله. متشكرين ليهم من وجودهم معنا في عز الحر. الشغل ممتاز جدا في العاصمة الإدارية، وفر شغل للشباب. والله حياة كريمة بنتفرج عليها وبنسمع في التلفزيون إن بتقدم خدمات للناس وبتدخل مية للعالم اللي في الصعيد واللي هنا واللي هنا، وبتساعد الغلابة وبتساعد الشباب المحتاجين. شكراً للحياة كريمة، الشغل هنا كويس وكتير ووفر كل الشغل للشباب. الشغل حلو وكتير ويوفر شغل للشباب. حياة كريمة تقدم مساعدات للناس وتوفر خدمات للريف المصري.